وردة سرها المحبة. ما سمحت شيف مسهل هالبنة. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مم معينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. راهي عبيد. فورنيتو سهل عليك الكوجينة. مرحبا بكم في الماتينال ليميسيون اللي ديكم اثنين للجمعة من 9 ل 11 متاع الصباح، والإعادة من 4 ل 6 متاع العشية على قناة التاسعة. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على الكينيزية ريسبيراتوار اللي هي كيف تقع عندنا كشوية قلق في روارينا سورتو في الشتاء، كيفاش نجمو نعملو المساجات هذه باش يخرج البلغم سورتو للكبار والصغار. من بعد نشوفو كيفاش تتم العملية هذه. كيف كيف باش نحكيو على مختبر موسيقي للصغيرات اللي هو مختبر المستقبل. شنو هو الحكاية هذه؟ من بعد كيف كيف نكتشفو شنو محاضرين في الماتينال. دونك كيما عودناكم لي روبريك الكل موجود السلام عليكم، كان ما تبدلوش القناه. نقول بونجور لي فيفي. صباح الخير فاطمه، صباح الخير للناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله يتعدي لكم تتعدي لكم ساعتين حلوين كالعاده. بعد شويه في نشط الخنار ما تفلتوهاش على خاطرني باش للحوار وزاد للتاسع الزوز. ترحمش. او كان مشكل الاخرين حتى احنا. صباح الخير وصباح الفل للناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين يا ربي يا ربي، وتتكملوا هالجمعه هذيا بكل بخير. انا اليوم ضيفتي ميكونوز، ميكونوز اللي تعمل لي اكسسوار وتعمل كيف كيف الدنجري غوفيزيتي. دونك لاحباء الدنجري اقعدوا باش نجموا تشوفوا شنو فما، وباش تشوفوا في الماتينال زاد شنو فما وجونا كالعاده. واش تجي بونجور بونجور دادو، بونجور فاطمه، بونجور كوتش اي لي شيف اوسي. بونجور لي شيف. لهين احنا لهين تعرفش لهين تعرف يجيبوا له عجين حاضر، يجيبوا له اللي يحب. ايوب باقي ورايا شايف ضحكتي، رغم اللي فرنت ووفرت له الباتفيتي ما يعمل عجينه لما تحلها فتحيه. اللي حلاها فتحيه يبخر. صباح الخير، نهاركم زين الناس الكل. ما نجمش نسيب على ايوب، نسالش. شد صحيح، شد صحيح فتحية. دونك فتحية صباح الخير تو دابور للناس اللي تتبع فينا الكل، مرحبا بكم في الماتينال، كوجينة الماتينال بالتحديد. احنا مع الشيف فتحية بدينا نحضروا في البات فورنيتو اللي باش نبدوا بها لي بريباراسيون تاعنا النهار اليوم. معها هي البات هذه شنو باش نعمل؟ انا باش نعمل حاجة مالحة اللي هي طاجين الورقة. طاجين الورقة يعملوه برشا بطرق مختلفة، أنا اليوم حبيت نستعمل فيه بات حاضرة من عند فورنيتو تسهل عليا الخدمة، فنشوفوا كيفاش. دونك هذه البات بريزي والبات فيتي باش نستعملها المزوز في وسطه، معاهم هما باش نحضر مقرونة بنينة برشا فتحية. المقرونة هذه باش نعملها اليوم بالحبق، أنا ديجا على ما خلطته أنتوما خليت شوية حبق معاه كريم فريش باش نرحيهم بالكدا بالكدا، وباش نعمل بهم صوص بالدجاج، اخترت صدر دجاج من عند مليحة، نحضرها الصوص هذه تنشوفوا كيفاش باش تكون بالحبق والكريم فريش مع المقرونه البنينه من عند ورده. اكيد باش نحضر طبق ثالث باش يكون سلايطه. سلايطه اليوم اخترت لها الحاجات الموجوده في الشتاء، تنقول لكم شنو هي المكونات باش يرافقها شاركوتري من عند مليحه. اخترت اليوم السلاميلي بالزيتون، كان تحبوا زاده ثم حتى بالفلفل. دونك مليحه توفر لكم جام واسعه من لي شاركوتري، عندها برشا حاجات بنينه. عندها هي تلقاو الجامبون بولي اللي ما تلقاوش في برشا ماركات اخرى، حاجه بنينه هايله وخارقه للعاده خاصه. انا باش نخلي الكلمه الفتحيه سرقت لها اليوم مش كيما جرت العاده، خاطر اليوم عملت لي بويكوت مقاطعه. دونك نرجعوا لك انت حتى بالعجينه فرنيتو تحلها فتحيته ميسيل. فتحيته مش مشكل يا ايوب، نتعاونوا مع بكل شيء في كل شيء. انا اليوم حضرت لكم حاجات جداد، ما تعرفوا بعد ما كلت العصايد والحلو هذاك الكل العباد الكل ماذا بها تملح شويه. كم عندي البات فريتي فورنيتو باش نعمل لكم دي بالميه مالحين. في العاده نعرفوا ديما البالميه حلوين، لكن اليوم باش نعمل بالميه مالحين
وكمل ايوب خذ العجينه باش يعمل بها التاخت وطيح احراف، ان الاحراف هذوك ناخذهم نعمل بهم معناها حاجات اخرين مالحين ديما في الملح. يقولوا لي وينو الحلو، ما غاديك هكا طاوله يعيطوا لي يقولوا وينو الحلو وينو الحلو. اليوم باش نعمل لكم ترانش بالكريمه سمارت شيف والمعجون ساكوت معجون الفريز، باش نعمل لكم دي ترانش بالبات فويتي وتاخذوهم كلمجه حلوه بنينه برشا. تو من بعد نتبعوا ايتاب باغ ايتاب كيفاش باش نعملوهم. وفي الملح باش نعمل جوست لي ميني بالميي بالتابوناد والطماطم، وباش نعمل دي رونديل بالطماطم الفريشكه، اما طماطم خديت انا لي طومات سوريز هذيا لوليفيت بنينه برشا، حاجه سهله وبسيطه وما تكلفش بالكل. ونوريكم كيفاش تعملوها، معناها جست بات فيتي وطماطم وشويه ملح تدخل الكوشه وتخرج. ذوقوها بنينه برشا. انا نحب نزيد معاها حوايج، تحب شويه زيت زيتونه وهي خارجه هذيك لابد، هذيك لابد ما نجمش نستغنى عليها. طماطم خاصه طماطم مع زيت زيتونه هذيك سي ليسونسييل سي لا باز. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك هذه الاطباق نتاعنا، استناونا في كوجينه الماتينال بعد شويه. خليوا جماعه يمشيوا يعملوا شويه سبور ويحضروا لنا امورهم، كونديسيون فيزيك امورهم رجله، ونرجعوا لكوجينه الماتينال باش ناكلوا برشا حاجات ان شاء الله. قول باش نكوروا كونديسيون فيزيك باش تكوروا بيان سور. ميرسي بوكو الشيف. الوغ نقولوا بونجور خليل، شحوالك؟ بونجور الحمد لله سافا انتوما الحمد لله كالعاده الحمد لله. بونجور اللي تفرجوا فينا الكل كالعاده. الوغ شنو باش نعمل اليوم؟ باهي اليوم باش نحكيو على كيفاش نعمل بروجرام، معناها ناديغون جديد، معناها انسان يجيك جديد للسال شنو تعمل له، فهمتني؟ باش يبدا ليزيتاب نتاعو ايتاب بار ايتاب. باول حاجه ديريكت باش تحكي معاه تقول له انت شنو مثلا لو بروجرام نتاعك، الواجي ترانيت قبل ما ترانيتش قبل، شنو لوبجيكتيف نتاعك وكل. بالطبيعه فما بليزيور اوبجيكتيف، فما شكون يحب يزيد في التاي، فما شكون يحب ينقص، فما شكون عنده ما عرفش انا مالفورماسيون في بدنه، كل واحد شنو هو لوبجيكتيف نتاعو. انت بالكلام نتاعو هو مش تعمل لك تابلو تابلو تك تك تك، تعمل كونكليزيون تخرج بريزولتا. اسكو لازم تقيد به التابلو هذاك باغ اكزومبل، تقول انت نهار اثنين باش نعملوا كارديو نهار ثلاثه كذا، نهار اللي ما يجيش تصير مشكله؟ نو ما تصيرش مشكله اذا كان رات نهار، معناها شنو هو جوست معناها باش يراتي باغ اكزومبل احنا عندنا نهار كارديو نهار رونفورسمون نهار ترافاي دي زابدو نهار كذا، نجم هو يراتي نهار نتاع الكارديو مش مشكل كبير، مي كوميم فما تاثير صغير. باهي ابار سا بعد ما نحكيو معاه ونشوفوا شنو هو لوبجيكتيف نتاعو كل يمشي للروعه نوتريسيونيست اللي معانا، مش بطبيعة باش تعمل له الاناليز تاع بدنه، من بعد باش نخرجوا باللي ام سي نتاعو ونشوفوا لي كومبوزون شنو هو عنده زايد، مثلا ماس غريسوز شنو هو عنده ناقص، عنده ايبر معناها ما زايد في بدنه، هذوما الكل من بعد نخرجوا بهم الريزولتا نتاعنا، نعملوا له ان بروغرام معناها ليلو هو سبيسيفيك، معناها فماش مش هذا كيما هذا، كل واحد عنده الحاجه نتاعو. وكما قلنا اليوم محضرين بروجرام معناها مع سيرين. سيرين عندها مشكل صغير في البارتي انفيريور، تحب تزيد شويه في الماس مسكولير، بطبيعه تعديت بالايتاب هذوما الكل. وتو باش نبداو بالايتاب نتاع الخدمه. باهي مالا حكيم توب بالما، ونشوفوا سيرين والكوتش خليل شنو محضرين. مي بالما مي منبع طبيعي ريش ان مغنيسيوم اي ان كالسيوم، بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما source de nature au quotidien. Très bien, donc je vais au premier exercice. Squat, position du pied extra large. Je vais mettre les épaules. Jouer. Très bien, yalla Sirin. Zin hal shwaya. Zin hal shwaya. Très bien, yalla. Je vais nous 10 répétitions, 3 séries. Allez hop, 1, 2, B. Ça amène l'élastique. B. Je vais les muscles de partie inférieure. ديما تونيفيي خاطر هوني كي نطلع فوق باش نعمل بوس، البوس هذيك استعملنا الإلاستيك باش نانيلو البوس، ديما المشكل سو تونسيون. تري بيان هوني مولي كويس أنجل 90 كيما راو. تري بيان سيرين ستوب ريكوبيراسيون 20 سكوند 10 سكوند نتعدى دوزيام سيري. اوكي حاضرة سيرين سي بيان يلا نبدا. واي 1
plus bas, Siri. C'est bien. 3, nafas, je tiens face. 4, 5. Poussez bien sur les talons pour activer les fesses. C'est bien, c'est bien. Libre. Encore 2, 9 et 10. Bravo. Récupération zrira, hop le bar. Kima qadin tra. Position extra large, touche principalement partie les adducteurs et les fessiers, le grand fessier. Exact. Kina habtouni, haoul dima angle 90, ndez al talon pour activer les fesses. C'est bon. واضحة سيرين يلا نعاودي ونخترنا نستعملو شارش لوغت نبداي اخترنا نستعملو شارش لوغت ونمبر دو سيري من الويت حتىش للدوز باش نديفلوبيو لا ماس مسكولير تري بيان سيرين كات ديما انجل 90 5 6 اي 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 فيليب 7 8, très bien. 9, encore une fois. Très bien. Regarde, Barlota. N'a pas les élastiques. Deuxième exercice, extension de la hanche. Staco. Banc et barre. Zena, les exercices pour travailler les fessiers. Très bien. Yala, c'est bon. Très bien. Regarde, hop, allez, on est. بارك بارك تري بيان صامي ناخذ البار البار هوني في السنتور ابدومينال يلا نبدا كالعاده نخدم تروا سيري سيري يدي من فوق نحاول ندوز لو ماكسيموم من فوق كونتراكتي لي فيسي تري بيان ما باتش باتش لوت 10 ريبيتيسيون كالعاده Très bien, snaps, snaps, snaps. Allez, la cité, alignez la colonne vertébrale. C'est bien. Clad, 3 séries de 10. Travail d'hypertrophie. Travail pour gagner la masse musculaire. C'est bien. Nabter Shoya, rappel bar. Mission out, deuxième série. Kima qu'on a récupération d'hymne 30 secondes, 20 secondes, un coach. Khalil, travail intense. ديما نقعد نختم شافا سيرين نكملو يلا خذ البار خلي عليك شوف سوغ لامونش سي بيان يلا نكملها سي بون سي بون نهبط ندوز الفوق لو ماكسيموم نعمل كونتراكسيون كومبليت للميوسكل سي بيان نكملها نفس بالباهي برافو 10 ريبيتيسيون نحاول نكمل الاخر حتى اذا كان نحسبوا شيعة في البارتي معناها اللي قاعد نخدم فيها نحاول نكمل سي بون وقتها انت وصلت للتونيفيكاسيون موسكولير وصلت حملت تونسيون للميوسكول دونك باش توصل تعمل ايبرتروفي سي بون انكور اون ها حاضرة هاي هاي C'est bon, ouais. C'est bien. Allez, Siri. Zin Kadm Shoué Sakhaya Kodem. Et des Echel Siri, donc, hâte le maximum. C'est bien, yal. 1, 2, 3, c'est bien. 4, yal la Siri. 5, 6, 10 Shoué Echel Four. C'est bien. 7, 8 يلا تنفس تنفس شو تنفس ناف encore une برافو حط عليك دونك كيما هكا كملنا دوزيام اكزرسيس تو باش تعديو لا تروزيام اكزرسيس تروزيام اكزرسيس اللي هو كوشي فونترال باتمون جامب ديما جامب تكون توندو موفمون تبدا من لي هانش 1 اي 2 اوكي باش نعملو 3 سيري كالعادة 10 ريبيتيسيون سي بون حاضر سيرين كمل زيد ريكوبيراسيون تاعك نتعداو يلا 3 2 1 نبداو
طلع اكثر شوي، طلع اكثر شوي، موفمون لهون شفت. سي بيان لي جونو ستيب، ما حركش لي جونو. سي بيان كمل كمل كمل. 6 7 8 9 10 ستوب. ريكوبيراسيون 20 سكوند ونعرف. كيما تراو ليكزارسيس هذا صعيب شويه، دونك اهم حاجه الفوكس نتاعنا في ليكزارسيس هذا انه الموفمون تبدا من الهانش، ما تبداش من لي جونو، معناها ما نعملش هكا، الموفمون تبدا من الهانش. حاول نهز الفوق للماكسيموم والرجع. اوكي سيرين يلا نعرف. تري بيان يلا اطلع الفوق شوي. 2 3 4 نحاول سيرين. 5 6 7 8 9 ادي ستوب. نفتح شويه هوني، احنا قاعدين نخدموا في دي ريبيتيسيون لي افونسي اكثر، ينجم يزيد جوسكا 20 ريبيتيسيون، اللي ينجم اكثر حتىش ل 30 ريبيتيسيون، خاطر ليكزارسيس هذايا ما نستعملوش فيه شارج، نستعملو فيه نومبر دو ريبيتيسيون باش نعملو بلوس دو تونسيون سور لي ميسكل. يلا لا تروازيام سيري ناي ماكسيموم ديفور، نحاول نكمل للاخر. يلا موفمون كومبليت. 1 2 تري بيان. 3 4 5 j'ai entendu. 6 7 8 9 et 10. Bravo, excellent. Voilà. Très bien. Ça va? Hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bé, je t'ai dit au on a 3 exercices pour les fessiers. Encore 3 exercices pour la partie abdominale. Ok? Hadra Sirine. Hadra. Yal. L'autre, je vais faire gymball. L'exercice هذا. Donc, angle 90, ça va le four. Bé, techo. Gymball. T'as tâté les liens. Flexion, très bien. Yal, 2. Contrôlez le mouvement. 4. Très bien. 5. 6. Yal. Patron. Angle 90, maintenant sèche. Encore une fois. Stop. Récupération. Nafis Belbé. 3 séries, hein. 3 séries. Encore 2 séries. C'est bon. Yal. Alors, Narja. Et ma connaît, maintenant, je ne sais pas si je vais faire ça. Dima, le muscle tonifié. Dima, en action. Très bien. Yal. 3. C'est bien. 4. Très bien, Siri. Encore. Yalla, 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 yalla. Une fois. Stop. Récupération. Ça va? Très bien. Là, je me calme le mal. Bravo. Très bien. B. Nafis Belbehi. Nafis Belbehi. Encore une série. Une série. Yal. Kima qadin traw. Des exercices simples mais très efficaces. Yal. Hop. Dima nkhali l'angle 90 pour tonifier la partie inférieure et travailler la partie supérieure. C'est bien. احنا كي استعملنا جيمبول راه زدنا شارج بور لو ترافاي. اون فوا يلا ستوب. تري بيان. ريكوبيراسيون صغيره نتعداو دوزيام اكزارسيس، نتعداو لي ديرني اكزارسيس بلوتو. يلا روتاسيون. يلا خوني ديسك، ناخد ديسك. يلا نعملو 10 1 2 3 4 يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ستوب. ريكوبيراسيون صغيره ونرجع 3 سيري. احنا اليوم خدمنا عطيناكم لو مينيموم، انت تنجم تزيد 4 سيري جوسكا 5 سيري ماكسيموم. يلا نتعداو دوزيام. 2 3 contrôlez le mouvement. 5 6 7 8 9
10 11 12 ستوب. اخر واحدة يلا كملوا سيرين اخر واحدة فازي اي موني ترافاي دي زوبليك اي بارتي ابدومينال لي دو 6 7 8 9 اي 10 تري بيان اكسيلون يلا اكسيلون ترافاي كيما كنا نشوفوا خدمنا بارتي فيسي بارتي ابدومينال 3 3 اكزرسيس شاك اكزرسيس 10 ا 12 ريبيتيسيون ان شاء الله تكون عجبتكم الخدمه برافو سيرين عايشك ميرسي بوكو الوغ نشوفوا السبوت الخاصه بليبرتا فواياج ونرجعوا كنت حاب تعمل بروجرام مزيان ليبرتا للاسفار والسياحه خمت فيكم ووفرت لكم دي فواياج لاسطنبول وهذا الكل بس ومهبال وبتسهيلات كبيره في الدفع للحجز 71 90 56 56 ولا زوروا موقعنا www.libertavoyage.com مع ليبرتا تسافر وتزور العالم. دونك كما كنتوا تشوفوا في سبوت الخاصه بليبرتا فواياج للناس اللي تحب تمشي لتركيا دونك خموا فيهم عطوهم وحضروا لهم 3 دات فما من 1 ديسمبر حتى 7 ديسمبر فما من 18 ديسمبر حتى 24 ديسمبر وفما بيان سور للناس العايشه اللي يحبوا يمشوا يعدوا ريفيون في تركيا من 29 حتى 4 جانفي لي دات الكل ابارتير من 1,390,000 دينار تلقاو الفول ترانسفير والاوتيل في قلب اسطنبول كات اتوال ومعاه فطور الصباح وكما العاده بيان سور الدوره مع ليبرتا فواياج والسيركوي باقي باش يكون ديما مزيان واش متى في دره اللي كان بكري عامله كان خاطر تخمم نمشي يعطوني يكون يزمك يا ولدي راهي نعملك الخدمه غاديك نمشي على مهند كيفاش تاتيلو الناس الكل نمشي نخدم لهم غاديك لا انت تو باش تبدا سكرتير دونك النومرو تليفون قداش باش ايش تقول 71 ايش قداش تقول 56 96 96 96 96 96 96 96 96 96 دونك نحب نرحب بشيراز سعيد مختصه في العلاج الطبيعي. صباح الخير. صباح الخير عشان ولك الحمد لله. اليوم باش نحكيو على كل سيونس نتاع المساج للصغيرات باش يطلعوا البلغم والجو هذا لكن ريسبيراتوار وي اكزاكتومون به اما قبل كان تسمح نرجعوا بحذا للشيف فاطمه مرحبا دونك احنا باش نرجعوا لكوجينه الماتينال مع الشيف فتحيه باش تعطينا لي زاستيس اللي باش تخدمهم بالبات فورنيتو بات فيتي اليوم انا باش نخدم بالبات بريزي قاعد نحضر في الفارس نتاع الطاجين تو نرجعوا من بعدنا من بعد مع بعضنا لكن تو نخلي الكلمه الفتحيه انا نحب نوري اللي ما عندوش مسطره باش يقص ويحب يجيب لي ترونش مستويين يبدا هكايا الحرف حتى ومن بعد فوالا باي حاجه بسكينه بسباتيول ومن بعد كي يثني بصيف عليها الكلها تبع بعضها كلها فرد ولا تعطي بيسكو انت تحط لارجور وتمشي بجنبها بالسياسه بالصفه عليها باش تجي نفس لارجور ونفس الخدمه هذوما لي ترونش قلت لك باش نعملهم بالكريمه سمارت شيف اللي طيبتها ديجا حطيت بالطبيعه تبعت المكونات الموجوده فوق الباكو نتاعها توا في الثانيه نجم نحط ترونش فوق ترونش ونقص فوالا 4 ملم ايبيسور فوالا اقل من نص سنتي 3 4 ملم وتقصوا لي ترونش نتاعكم هذه هي الثانيه وهذه هي الثالث ورقه اللي باش نخدم عليها باش نحط عليها المعجون ساكوت فريز ومن بعد نغطيها بالكريمه سمارت شيف وتدخل تيب مع بعضها في الكوشه وتو تشوفهم لي ترونش اللي تشوفوهم في العاده دون لي باتيسري وديما نفس الحكايه قولي نجم نشوفوا تو ديمونستراسيون اي هاني نوريكم طول حل ساكوت حل ساكوت هذيك فريز ما تقصوا دي بوند تاع سانتي سانتي وشويه هذوما باش يجيو على جناب تاع باش يحصروا الكريمه والمعجون باش ما يخرجوش الفريز هذاك كعب هذاك قعدت انا قعدت بهت فيه صراحه كان يسمح سيد المخرج نشوفوا هنا المعجون ساكوت كعب نتاع فريز الكل معناه ماهوش مرحي صراحه حاجه وذاك علاش انا اخترت اي معناها باش نعرفوا لكون السلعه اللي في وسطه سلعه نظيفه حبه وقتها ماهوش مرحي مع بعض وما نعرفش شنو في وسطه قصيت ستة بانديت صغيرين في طول فرد طول هما ولي بوند اللي عندنا نجي للحرف اللي باش نلصق عليه البات فويتي هذاك نعمل اون دوغيوغ بالعظم ما نعديش على الوسط على خاطر ما حاجتيش
باش الوسطي تعمل تحط عليه جوز المعجون وفوقه الكريمه باش تجي الكريمه محشيه، لا المعجون محشي في وسط الكريمه ويدخل يتيب الكل مع بعضه. أوزر لي شنو نعمل أيوب، هذوما نوع نتاع اللي ما عندوش مول بتاع طاقتي نجم يخدمهم هذوما. ما غير مول. ما غير مول، ما غير حتى شيء. بابي كويسون ويحط عليه البات نتاعو، والبات حاضرة ديجا. والبات حاضرة. توا ثما مشكلة في الزبدة في لي بات فويتي ولي بات بريزي، ديما ما ثمش ثما ريبتور نتاع زبدة في المارشي، دونك هذايا تسهل عليا برشا حاجات. فوالا. نلقى البات نتاعي حاضر باش، جوست نحلها ونحط الفورمة اللي حاجتي بها مع الفارف اللي حاجتي بيه. شوف كيفاش لصق الحراف باش هذوما ما يخليوش الكريمة الديبورد منا ومنا. هما اللي باش يحضروا لي بعد باش يفيدوا كيما الفولوفون يطلعوا هذيك اهو، خاطر بات فويتي تطلع الكريمه بالطبيعه ما تطلعش، المعجون ما يطلعش، يلقى روحه محصور في وسط البات فويتي اللي انا حطيتها هنايا. الحراف هذوما هاو باش نقد قدامكم كيفاش نحط المعجون ونحط الكريمه فوقه ويدخلوا كل الكوشه وما يصير لهم حتى شيء، لا هذا يعدي للاخر ولا حتى حد ما يصير له حتى شيء. الوغ هذوما باش نحصل بهم لي بو هنايا الاطراف، الاطراف ديما لابد باش يشدوا لي الكريمه والمعجون باش ما يفيدليش في الطبق نتاعي. معناها حكايه سهله ماهيش متكلفه، شويه معجون ساكوت وشويه معناها بات فويتي امر بسيط، بات فويتي فورنيتو، ومعناها تعمل حاجة اللي ما كانت. اعطيني المعجون ايوب. عجبني عجبك انت هارب بيه. نحط نفرش المعجون في وسط العجينه نتاعي، نعمل فرشه خاطر فيه برشا كعب، نعمل فرشه معجون هكايا. اللي يحب ما يحبش كعب يحب يرحيه ينجم يحطه مرحي، اما اوزروا ما شبوا بالكعب بان راهو خاطر فريمون يعطي. ومن بعد تشوفوه معناها سادون اون باتيسري اللي شبابه برشا، كيف في القصان تغزروا للمعجون محطوط تحت. يا بابا على الكريمه، يا بابا فوالا كريمه، الكريمه هذايا سمخت شاف بالطبيعه. هاي باش نغطي بها المعجون نتاعي باش من بعد يدخل كل الكوشه. فتحيه سلم عليك المخرج، قال لك حطي لي واحد هنا خلينا نشوف. يحب يرى الخدمه الكل سيد المخرج. قال لي شوف الخدمه الكل سيد المخرج. هكا هو احنا ما نعطوكش الاسرار المهنه، كل نقعدوا هكاك احنا. ولا نغطي هذايا، اللي عنده بوش يحب يخدم بالبوش يصب بالبوش، اللي ما عندوش بالمغرفه هاو تشوفوا فيا نخدم حتى انا بالمغرفه كيما الناس الكل في الديار. معناها ماهيش حاجه لا هي مكلفه ولا يلزمها ماتريال ولا حتى شيء. هذايا يدخل الكوشه 200، اقل من 200 راهي البات فويتي ما تنفجش، يلزم ديما البات فويتي ترميها في كوشه سخونه بالكدا اقل حاجه 200. دونك هنا جوست حاجه بركه فتحيه قبيله قلت لي كون الدوزه نتاع الكريمه نقص لها في الحليب، هذاك الشعر ربع حاطين عليها زوز باكوات، حطيت عليها زوز باكوات كريمه سمخت شاف. نجم تحط كريمه اخرى نكهه اخرى، تنجم تحط شوكولا بنان اللي تحب انت، راهو الكريمه سمخت شاف واسعه، سين باليت واسعه برشا، تنجم تعمل بها اللي تحب انت. معناها اي مطعم اذا كان توا انا عملت اللي يحب فريز بنان يحط كريمه بنان، تجيب لينا برشا فريز بنان مع بعض. واللي يحب مثلا مع السفرجل يحط كرموس وسفرجل بنينه ياسر زاده مع بعضها، فهمت؟ الكريمه تحط كريمه شوكولا سفرجل سامخش تخي تخي بيان مع بعض. يعطيك الصحه. فوالا هذوما نكمل نغطيهم الكل ومن بعد نزوزهم الكوشه، كي يخرجوا نوريكم كيفاش باش نقصهم. فتحيه شبيك ما تجيب لنا صحاين اللمجه لهنا بحذينا؟ خاطر تريجن. خاطر نقول لكم علاش نقول لكم الحق الحق، على خاطر انتم تاكلوا وتعيطوا تقولوا لي سمنتنا سمنت. على خاطر قصيت عليكم شويه. تعرف شنو هي علاش تقول ناكل نعيط؟ على خاطر البوند انونس قاعده تقول فيك الحكايه نتاع هي قاعده ديما في بالك. احنا قاعدين سمين من الكوجين اللي تقول وانت السبب. انت السبب. هذيك انت السبب هذيك اللي بعدتني عليكم. انت بعدت علي احنا نجيوك عادي. باهي بكم باه هذايا اللي حبيت نوريه لكم توا، من بعد نرجعوا للبالمي الملحين باش نوريكم البالمي ونوريكم لي زاميوز بوش بالطماطم. شاف باقي باش نسالك في نفس الحكايه اللي كنت عم فيها، في العاده كي نمشوا الباتشيري ولا حاجه تلقى الكريمه من بعد فوق منها الغله، علاش حسيت توا العكس؟ لا
باش ما تشيحش. هذه خاطر معجون طايب ما يتحملش ياسر الطاطي. الاخرى غله غله. حطوا غله فوقها، حطوا دي ترونش دو فوي. ميكم عندي المعجون طايب ما يزيدش نطيبه، نحط الكريمه فوق، الكريمه تحمل اكثر الطاطي. اوكي ميرسي بوكو. دونك نرجعوا نحكيو مع شيراز سعيد اللي هي مختصه في العلاج الطبيعي، واللي اليوم قلنا باش نحكيو على الكيني ريسبيراتوار اللي هو كيفاش نعملوا مساجات للصغيرات باش يطلعوا البلغم سورتو كيف يمرضوا في الزورات. الوغ وقتاش نعملوا بلوتو نلتجئوا للعلاج الطبيعي هذا والمساجات هذم، وفين هو عمر الصغيرات اللي نجموا نعملوا لهم؟ اون جينيرال هما صغيرات يجيونا في العمر اللي ملي يتولدوا للعمر العامين، معناها صغيرات اللي اقل من عامين عمرهم. واكيد الطبيب هو اللي يبعثهم على خاطر البيبي اللي يصيلو برونكيوليت اون جينيرال التهاب في القصيبات الهوائيه. لازم كيني ريسبيراتوار خاطر يتعبى صدرو بالبلغم، دونك لازم كيني ريسبيراتوار باش نحيلو بطرق معينه. علاش مش بعد العامين؟ كي يكبر البيبي ويكبر صغير ما عادش نجمو نحكمو فيه، وان بلوس هو ينجم وقتها نعاونوه مش وحده ينجم يخرج، خاطر الصغير لازمنا احنا نون بروفوك انه يخرج البلغم، ما ينجمش وحده. معناتها لازم الطبيب اللي يجي ما يجيش واحد يحس ولده متقلق مثلا عنده بلغم يمشي يهز وحده. دو بريفيرونس يمشي للطبيب هو يبعثو، خاطر فما حالات زاده ما يجيش نعملو فيها كيما الكيني ريسبيراتوار، فما لازم مثلا كي يبدا عبد ازماتيك، فما اللي عندهم بروبليم كاردياك زاده لازمو الكيني ريسبيراتوار تكون دوس على الاخر، فما بلوسيوغ باثولوجي ما نعملوش فيهم كيني ريسبيراتوار. انا فاكر وقتها كي جيت بحثينا دكتور زيني طبيب الاطفال زيدي سامحني ديما جينا ديما تقولنا على حكينا على البرونكوليت جمعتين وقتها، وقالت لنا اللي الرضع ما ينجموش ما عندهمش القوه انهم يخرجوا البلغم. انا فوالا انا حبيت نسال على الطريقه كيفاش تتم نتاع الكيني ريسبيراتوار، معناتها تكنيكمون كيفاش تصير، على خاطر الصغير ما عندوش القوه انه ينجم حتى لو ما نعرفش كيفاش تعملوا. هو ما عندوش القدره اما القوه موجوده، حتى صغيرات عندهم القوه تبارك الله عليهم. معناها عنا تصاور ديجا باش نعديوهم نفسروا كيفاش سو ديغول لا سيونس دو كيني ريسبيراتوار. لهنا قاعدين نلموا نحركوا في البلغم من بلاصته، باش نحركوه باش نلموه في بلاصه بركة. تصويرة هذه تصويرة اللي بعدها ديجا نحركوا فيه بالباهي البلغم باش يتلم في بلاصه بركة باش ينجم يخرج من بعد. تبداو تنزلوا على الكرش وتطلعوا فيه هكا سي ان دريناج هو اون فيت الصدر باش يتلم، ودي موفمون فيبراتوار معناها اون في لا فيبراسيون للبلاصه هذيك الصدر باش يتحرك من بلاصته البلغم باش يسهل علينا بعد ان نخرجوا ما يتعبش برشا صغير وهو يخرج فيه. سامحني شيراز هو سي او نيفو دي بومون معناتها الكل. فوالا دونك التصويره اللي بعدها ان مش هي التصويره مثالي شيء باهي التصويره الاخرى اللي قبلها. اوكي هذه فوالا دونك التصويره هذه باش ننظفوا الخشم نتاع الصغير، خاطر برانسيبالمون يتنفس من خشمه صغير ما ينجمش يتنفس من فمه. دونك سورتو الحاجه هذه مهمه على الاخر ننصح بها لي مامون، حتى كل اربع سوايع البيبي اللي يبدا عنده بلغم في صدره ولا عنده برونكيوليت ولا متقلق كل شيء ديما نظفوا له خشمه باش ينجم يتنفس بالباهي. دونك لهنا ندخلوا في الفيزيو الخشم البيبي باش ينجم ينضاف على الاخر الخشم. زريقه تدخلوا حتى لو تنجم تعمل زريقه؟ بيان سور تكي هكا وتعمل زريقه وتجبد الفيزيو تحطه في ناغين ويخرج من هنا، من بعد تدخلوا في ناغين الاخرى باش نقولوا هي خاطر نعرف برشا ما يعرفوش كيفاش ينظفوا خشومات صغارهم، كيفاش التكنيك الصحيحة باش الخشم ينظف؟ فوالا يتكا على جنب صغير وماذا بها حد آخر معاها يشدهولها فوالا، وما تخافش تعبي زريقة بالفيزيول بكلها وتدخل الفيزيول هذيك في ناغين فوالا يخرج، من بعد دخل في ناغين الأخرى. وحتى كان حست حتى كان حست اللي مازال خارج مازال خشمه مسخ تعاود له معناها بلوزيغ فوا يمكن يدخل ما يخرج السرنج يخرج ماء وكها. اوكي لا خاطر برشا يحطوهم هما قاعدين ولا على عينق فيهم، دونك هذيك حاجه غلطه. لا غلطه على الاخر خاطر ينجم يشرق سي سا ولا تشدوا بالمشواخ تبدا تحب مسكينه من الشرق. ولا هنا الديغنيغ موفمون معناها اللي نعملوه ان باش ندخلوا له انسون في جريجمو ونعملوا له ستيمولاسيون لهنا باش يبدا يتخنق ويبدا يخرج ويبدا يعمل يبروفوك بشوي بشوي يبدا يخرج في البلغم بشوي بشوي ونشوفوه البلغم كيفاش يبدا خارج يكح
بيان سور باش نبداو نزلوا عليه لهنا باش يبدا يكح لهنا البريزونس نتاع لي مامون اي لي تري انتريسون خاطر ال فا كالمي لو بيبي هو اوتوماتيكمون باش يبدا يبكي على خاطرو متقلق هو ماهوش باش يتوجع راهو جوست باش يتقلق حتى احنا الكبار كي نتبرشوا شويه لما نتقلقوا شويه قلق ماهوش وجيع المامون لهنا تبدا واقفه معانا وهي تشد البيبي معانا وتكلميه وتعاوننا معناها جوست ساعات فما لي مامون يتفاجئوا ويخافوا يقول ولدي باش يتخنق ولدي ماهوش باش يتخنق وما دام خاش منظيف راهو باش يتنفس على الاخر ما فما حتى بروبليم معناها في الحكايه هذيك. الحكايه هذه نتاع المساج اللي تصير معاه دواء مع الطبيب والا تنجم نعمل معناتها المساجات هذوما ونتخلى على الدواء؟ افكتيفمون فما دواء نتاع الطبيب وقبل حتى لا سيونس هذايا نعملوا له ان برونكوديلاتاتور كيما لايغوسول اللي يبدا يتحط مش اوكسجين هو سي اون فيت هاني فيزيول تاع دافاب ومعاه دوتر دويات اخرين ويبداو او موا يحلوا لي برونش ويولي بلو ليكيد البالغون باش ينجم يخرجوا بسهوله تامه. نادرة قداش مره تتعاود معناها فما شكون يعملها مره اكثر من مره اسكو لازمها معناها برشا مرات تتعمل قداش مره؟ باهي لي سيونس اون جينيرال 3 سيونس معناها 3 سيونس سي لارجومون سوفيزون باش صدر ينظاف على الاخر اوكي ولا سيونس دور 30 مينوت ابوبخي معناها الكلها سيونس كلها دور 30 مينوت ومعناها واحنا وصغر المري ساعات يبدا عمره شهر معناها تو كوا شهر ونعملوا له هكا معناها فريمون سيونس دور 15 مينوت هكا ونقولوا له لا سيونس بروشين معناها نكملوا خاطر شيراز صغيرات ونحب نقول سورتو الام اللي اول مره عندها صغير بعد ما تعمل السيونس هذه بالبكي والفجعه نتاع الصغار من بعد من غدا يصبح عندهم دي بوتون هكا سورتو كي تلقى بو سونسيبل عند الصغيرات هذول باش نقولوا للانسان اللي هو مش حاجه غاب ماهيش حاجه فجمنا بالعكس معناها هذيك رياكسيون يعملها البيبي ساعات من الغصره هذيك ما تتفجعش المامون سورتو راهي هذيك الكيني ريسبيراتوار فريمون حاجه ناتوريل خاطر احنا ما عملنا حتى شيء سبيسيال للبيبي ما دخلناش حاجه ما وجعناش بالعكس هو بقوته هو خرج البرغم على روحه وبيان سور المامون ماذا بها ما تصبرش وتبقى معناها تخاف تقول ما نمشيش لين البلغم نتاعو يولي اصفر يولي يطلع له سخانه كل شيء فهمت لازم البلغم كي نخرجوه نلقاوه ابيض معناها ما في حتى صفوريه باش ما يبداش وسورتو كي تلقاها في صفوريه ولا خضوريه ما تنزلوش للسوق لي انفكتي هذيك معناها لازم تريتمون اقوى من التريتمون اللي كان باش ياخذه هو ابيض اوكي باهي شنو تحب تزيد الامهات باش يجيبوا صغيرات انا جو سورتو ننصحهم نقولوا لي مامون ما تحشموش من لي بارون اللي مثلا يبداو يحطوا لي بيبي نتاعهم وهذم ها هذا ها بست وهذه ها ترى شنو لي اون ايزول لي بيبي اما سورتو في الطقس هذا في ديسمبر هي البيك نتاعها الباثولوجي هذايا من بعد صغيرات ما نحشموش ما تحشمش من عبد قال لك لي اما نحب نبوسو هو مريض راه باش يعدي لك ولدك تقعد انت تعاني ما نخرجوهمش في لي غراند سورفاس خاطر العدوى تنتقل في ساعه وسهله على الاخر اي وسورتو احنا اكثريه لي كال يجيونا تلقاه عنده خوه ولا اخته اكبر منه عديته دونك كي يمرض ولدك الكبير ولا بنتك في لي جاردان دونفون بيان سور لي كريش سورتو كل شيء دونك يعديهم على الاخر نحاولوا نبعدوهم صغيرات وما ندخلوش عليهم بالكيني ريسبيراتوار ونتبعوا الطبه بيان سور. فما دوره تحب تسال سؤال؟ الريزلتا نتاع الشيء هذا معناها تنجم من مره بركه يكون 100% سافا والا لازم فما شكون ما تنفعش معاه الحكايه هذه ولا لا؟ ما تنجمش ما تنفعش معاه صغيرات الكل بيان سور بلغم سور بلاس باش تراه يخرج اوكي من بعد كنت تقيس حتى الدم الاكسجين اللي في الدم باش تلقى خير معناها خاطر الاكسجين تخل اكثر ولا البدن كل شيء. انا حبيت نسال على الكبار جوستومون اسكو كيف تجينا خاطر احنا كبرنا عني برشا بالبلغم عندنا نفس الثيرابي والا مش كيف الصغار؟ باهي ثيرابي نحكيو على الكبار برشا في العمر اللي ما عادش عندهم القدره زاده انهم هما يخرجوا وحدهم فما اللي نعاونوهم وفما اللي نحطوا لهم اباري جملة معناها اللي يبداو انكونسيون ولا حاجه ويبداو عندهم بلغم نحطوا لهم اباري وتبدا تخرج وحدها هذيك هي في ندنا احنا وحده يكح على روحه يشرب زيد ماء يشرب زيد ماء يشرب زيد ماء وينجم باي حاجه حتى ياخذ وحده ينصوند ولا حاجه يدخلها يلقى روحه اوتوماتيكمون يتخفق تخريج البلغم. ميرسي بوكو شيراز سعيد مختصه في العلاج الطبيعي. نخرجوا احنا فاصل ونرجعوا.